الجزائر أنوان، قناتكم الأولى. الجزائر أنوان tv.com. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف للثالث عشر من فيفري من كل سنة، نظمت الإذاعة الجهوية لولاية الطارف يوماً للتبرع بالدم بالتنسيق مع الجمعية الولائية للتبرع بالدم. هذه العملية لقت استحساناً وإقبالاً كبيرين من طرف مواطني مدينة الطارف والمتبرعين، ولمسنا ذلك من خلال تدخلاتهم. وحول هذه العملية الإنسانية المتعلقة بإنقاذ حيوات بشرية لمرضى مستشفى الهادي بن جديد تقول مديرة الإذاعة: احنا اليوم العالمي للإذاعات اللي صادف 13 فبراير من كل عام، ارتأت إذاعة الطارف أن تبادر بهذه العملية التضامنية الخيرية وهي التبرع بالدم اليوم الكامل، وذلك بالتنسيق مع جمعية المتبرعين بالدم الولائية وكذلك مستشفى البقالة. وكما تعلمون أن شعار هذا العام لليوم العالمي للإذاعة هو الإذاعة والسلم. فالدم هذه المادة الحيوية الحمراء هي مادة ودنا أن نتناقلها كبشر، لأنها حتى تكون تنقل فكرة وقناعة السلام والسلم والتسامح والحب بين البشرية في هذه الأرض. وإن شاء الله يكون إقبال كبير، وراه من الساعات الأولى كما تشوفون المتبرعين إن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله لإنجاح هذه العملية. شكرا للجميع وبارك الله فيكم. إذن اليوم 13 من شهر فيفري، هذه المناسبة سعيدة، هي مناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وبمبادرة طيبة من إذاعة الجهوية طارف، نظمنا اليوم بالتنسيق مع مديرية الصحة مع المستشفى القلا عملية للتبرع بالدم ينطلق في حدود الساعة 9:30 وتستمر اليوم كامل. هذه العملية تاع التبرع بالدم باش كل مرة نأكدوا اللي الشعب الجزائري راهو مساند بعضاه، مآزر بعضاه في السراء والضراء. عندنا خاوتنا في المستشفيات، كما يعلم الجميع انه عندنا عدد معتبر من المرضى في فقر الدم في الولاية، عندنا الحالات الاستعجالية، عندنا حوادث المرور، عندنا احنا دورنا انه نكون وسيط بين المتبرعين وهذه المؤسسات الاستشفائيه. نتمنى ان شاء الله الناس تكون تجي ندير المبادره هذه، المبادره مليحه في بحدة الاذاعه هنا في سنتر فيل تاع طارف. ان شاء الله نتمنى من الناس كلها هنا حاجه مليحه. السلام عليكم. هي مبادرة جيدة، يعني منو من الشبيبة كامل اللي يعني فايد كل واحد كيما هاك يعني يتبرع، يعني ان شاء الله ما تكونش أزمة وينقذ حياة بزاف المرضى. يعني بارك الله فيكم، حاجة جيدة يعني والله اني يعني فرحان تبرع، فرحان كيما كاين واحد اخر ويحتاج لها، كاين خوك نهار اخر، كاين كذا، كاين بزاف ناس. الحمد لله نحن نتمنوا من الشبيبه كامل، من الشبيبه هي الاشياء هنا وتتبرع، نشجعوهم احنا، هي يعني ما كاين حاجه نورمال عادي.